الخير، النهاردة هنتعلم نعمل فخدة الضاني بالبطاطس في الفرن. تعال نشوف المقادير. دي فخدة ضاني كاملة وزنها تقريبا 2 كيلو، اقل حاجة بسيطة، ممكن نلاقي اكتر من 2 كيلو، في ممكن 2.5 كيلو. الاول انا نظفتها، هي كان فيها نسبة دهن من فوق كتير فشلت على قد ما قدرت، بس مش المفروض نشيله كله، لازم اسيب حاجة بسيطة كده. هحشي الفخدة بحوالي 7 حبات قرنفل، وما زودش عن 7 عشان ما تغيرش طعم الفخدة. ورقتين لورا، معلقة صغيرة فلفل اسود صحيح، وطبعا شوية ملح، وحوالي معلقة كبيرة زبيب، برضو ما كترش عن معلقة، حوالي 7-8 فصوص ثوم. هتبلها، معلقة صغيرة بهارات اي نوع، معلقة صغيرة فلفل اسود ناعم، نص معلقة صغيرة جوزة الطيب، وحوالي معلقة صغيرة ملح، ومعلقتين كبار عصير ليمون، ومعلقتين كبار صلصة الباربيكيو، لو مش متوفرة عندنا ممكن صلصة طماطم مسبكة، ومعلقتين كبار سمنة. بالنسبة للخضار اللي هضيفه مع الفخدة، ده كيلو بطاطس برضو اي نوع، شيري توميتو اللي هي الطماطم الصغيرة، دي تقريبا 150 جرام، برضو لو مش متوفرة ممكن طماطماية كبيرة اقطعها مكعبات كبيرة، حوالي 350 جرام بصل متقطع شرايح رفيعة، 150 جرام فلفل رومي اللي هو الفلفل الاحمر الحلو متقطع برضو شرايح رفيعة، قرن فلفل شطة مقطعه برضو شرايح رفيعة، ومعلقة كبيرة سمنة هشوح فيها البطاطس والخضار. زيت هحمر بيه الفخدة في الاول خالص، وحوالي كوباية مية او شوربة احطها على الخضار في الاخر. تعالوا نشوف الطريقة. هبتدي الاول احشي الفخدة، طبعا انا غسلتها كويس وشلت على قد ما قدرت الدهن اللي فيها، واحيانا لما نشتريها بيبقى فيه هنا عظمة كبيرة، لو قدرنا نشيلها يكون افضل، عشان الصينية اللي هحط فيها تكفي الفخدة. بسكينة صغيرة ابتدي اعمل ثقوب فيها، وانا بشق انزل لتحت كده وادي خط كده شوية عشان يبقى سهل قدامي فتحة كبيرة، وعشان ما انساش كل ما اعمل ثقب احشيه على طول. هحط مثلا 2 حبات فلفل اسود، وممكن احط زبيب، برضو في كل فتحة احط شوية ملح صغيرين، مثلا دي انا حطيت فيها قرنفل وفلفل اسود، احط المرة دي حتة صغيرة ورق لورا، نص فص ثوم، يعني على قد ما اقدر احاول اوزع كمية التوابل اللي معايا على الفخدة كلها، احيانا بيبقى فيه اجزاء كده مفتحة لوحدها ممكن احط فيها كمية حلوة. بعد ما حشيت الفخدة كلها هبتدي اجهز التتبيلة اللي هحطها عليها من فوق، هحط معلقة صغيرة ملح، اقلب التوابل دي اللي هي جوزة الطيب الفلفل الاسود والبهارات، واخد نص كمية، النص التاني هستعمله في البطاطس، واقلبهم كويس الاول، واحط عليهم الليمون، وبعد كده هجيب الصينية اللي هسوي فيها الفخدة. هبتدي اتبل الفخدة في قلب الصينية عشان اي حاجة تقع تبقى في الصينية نفسها. على قد ما اقدر اخلي التتبيلة تبقى فيها كلها. الخطوة دي انا ممكن اشيل الفخدة لتاني يوم، لكن انا هعملها دلوقتي. بعد كده هحاول اجيب مقلاية كبيرة، اكبر واحدة عندي، لو ما عنديش ممكن اعمل الحكاية دي في صينية، واحط تقريبا 3 معالق كبار زيت، واول ما يسخن احط الفخدة على طول، واخلي النار عالية لان انا هنا هحمرها بس من على الوش مش هسويها. هي كده كفاية، هنقلها على طول على الصينية.
ممكن احطها مباشر على الصينية او احط لها شبكة. لو انا هحطها مباشر على الصينية احط البصل الاول كله، مش هحط البطاطس دلوقتي، بعد ساعة، ومعلقة واحدة سمنة هقلبها مع البصل. بعد كده هحط الفخدة عليها. ممكن زي ما اتفقنا نحط شبكة او ما نحطش، طالما في بصل مش هتتحرق. وبقية السمنة هخلطها مع الباربيكيو وابتدي ادهن بيها الفخدة. وبعد كده هغطيها بورق فويل، بس انا مش عايزة ورق الفويل مباشر على اللحمة، فاحط ورقة زبدة الاول وبعدين اغطيها بالفويل واحطها في الفرن لمدة ساعة كاملة على درجة حرارة 350 فهرنهايت، يعني تقريبا 180 درجة مئوية. بعد الساعة اكون جهزت البطاطس وبقية الخضار عشان اضيفه عليها. بعد ما حطيت الفخدة في الفرن ابتدي اجهز البطاطس، عشان مجرد ما تخلص الساعة احط على طول الخضار واحطه تاني في الفرن، ما بردش الفخدة. هقشر البطاطس الاول، بعد كده هقطع البطاطس شرايح سميكة شوية. انا قطعت البطاطس كلها، المفروض ان انا اشوحها دلوقتي، بس انا هشوحها مباشرة قبل ما اطلع الفخدة من الفرن بربع ساعة، لان لو شوحت البطاطس دلوقتي وفضل تقريبا نص ساعة ممكن البطاطس تنزل ميتها. فضل تقريبا ربع ساعة على الفرن. هبتدي دلوقتي اشوح البطاطس والخضار. هحط معلقة واحدة سمنة، وهنا النار لازم تبقى عالية، لان لو النار واطية البطاطس هتستوي، انا مش عايزاها تستوي الا في الفرن. اول ما السمنة تسخن احط على طول الفلفل، واحط الفلفل الرومي، وطبعا النار عالية قوي. اشوحها لمدة نص دقيقة بس، وبعد كده على طول احط البطاطس واشوحها لمدة دقيقتين بس. وبعد كده احط الطماطم واشوحها لمدة دقيقة كمان. بعد كده اطفي النار وابعدها عن النار، وارش عليها معلقة صغيرة ملح وبقية التوابل اللي انا حجزتها، واقلبها. انا حطيت التوابل في الاخر عشان ما تلزقش في الطاسة. وبعد كده هطلع الصينية واشيل الفخدة واحط على طول الخضار، احاول اوزعه كويس الاول، وبعد كده احط الفخدة تاني، بس احاول اقلبها. ممكن احط عليها شوية باربيكيو تانيين عشان تطريها. واخر حاجة احطها المية. وبعد كده غطيها تاني بنفس الورقة. طبعا اللي بعمله ده اعمله بسرعة على قد ما اقدر عشان خاطر ما تبردش. واحطها تاني في الفرن لمدة ساعة كمان. بعد الساعة التانية عشان اعرف اذا كانت استوت ولا لا، مجرد ان انا اغرس فيها السكينة، لو لقيت دم طلع يبقى لسه كمان اسيبها ربع ساعة، لو ما لقيتش يبقى اشيل الفويل واسيبها تتحمر بس من الوش. الفخدة استوت، خدت تقريبا ساعتين ونص، ساعة قبل ما اضيف البطاطس وساعة ونص بعد ما حطيت البطاطس، وفي اخر 10 دقايق ولعت الشواية من فوق عشان تحمر، وشلت طبعا الفويل. بعد تقريبا ساعة جبت سكينة وغرست فيها كده، لقيتها لسه بتنزل دم، بس هي دلوقتي ما فيش حاجة. هبتدي دلوقتي اقدمها. قبل ما اقدمها لازم اقطعها الاول. عشان اقطعها هجيب منديل مطبخ واطبقه وورق زبدة، عشان وانا بقطع اي حاجة تنزل ما تبهدلش البورد اللي بشتغل عليه. بالمناديل همسك الجزء اللي فوق كده وابتدي اقطع.
لازم يكون معايا سكينة حامية، والمهم ما تكونش السكينة عريضة، يعني سكينة رفيعة شوية. ابتدي اقطع كده والف بسمك 2 سنتي تقريبا، واخد من الجنب كده لحد ما اوصل للعظم. نفس الطريقة على نفس الخط من الناحية التانية. بعد كده ابتدي اقطع بالجنب كده من فوق لتحت. قبل ما احطها في طبق التقديم احاول اشيل الثوم اللي فيها ده. ودي شكلها بعد ما قطعتها. الصوص اللي طلع من البطاطس هصبه عليها على اللحمة من فوق، وبتتقدم مع رز أبيض. ممكن نفس الصوص ده أصبه على الرز ساعة التقديم. حاولوا جربوها وإن شاء الله تعجبكم. أشكركم جدا وإلى اللقاء.